الحياة أو كدابة، معدولة ولا قلابة، تطلع ملك ولا كتابة، ومرة فرح ومرة قهط، من صغرنا صبيان وبنات. طب ايه رأيك في سكينة؟ وحش سكينة؟ بتغم خلاص، خش على الأبلة مروة، زميلتك في المدرسة كان بيجيب لك السندوتشات، انت جيت قلت لي الكلام ده قبل كده. وحشة مروة، بخيلة، خلاص انتهت ولقيناها. ولا صبري، البنت الموزة اللي عندك في المكتب. ما تلم نفسك يا جدع انت، اشمعنى دي يعني؟ واشمعنى مش دي لا مؤاخذة يعني؟ البنت فرد كده وفرعة، تبقى حلو جنب أخوك فريد. يا عم انت مالك بيها؟ الله، حد قال لك انها عاوزة تتجوز؟ اه ابن اللذينة، شكلك كده حاطط عينك عليها. ما كفايه يا عم منعم. ايه يا عم، ما تهدى شويه وتسكت وترحمنا بقى. ايه من ساعه ما جيت وانت بولولوم 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 مدفع رشاش؟ اهدى يا عم منعم، اهدى. وبعدين حد قال لك ان انا يعني لما هتخبط في دماغي واحب اتجوز مش هلاقي غير سعادتك اللي تدور لي على عروسه؟ يا اخي مالي سعادتك اخي؟ ايه ما ينفعش؟ لا يا اخويا ما تنفعش، ما تنفعش يا استاذ عبد المنعم، لان اللي انت بتدور عليها اكيد هتكون غير اللي انا بفكر فيها خالص. يا سيد عبد المنعم، انا راجل ليا ظروف معينه، وعشان كده بدور على واحده بمقاييس معينه، باحاسيس معينه، وتكون بتفكر في الدنيا بشكل معين، مش طول وعرض ووسط وايد ورجل. ما ترحمنا بقى شويه يا عم المقاييس، بقى المقاييس بتاعتك دي، عيش الحياه زي اي راجل ودور على عروسه تتجوزها. اهو ده الفرق اللي بيني وبينك يا عبد المنعم، الاحتواء يا سيد عبد المنعم. الاحتواء ده بقى سيد فريد اللي وداك في 60 داهيه، واضح برضو ان الاحتواء هو اللي هيوديك في 60 التانيين. بقول لك يا دعكك انت، واضح ان انت بتتكلم في مواضيع مالكش دعوه بيها نهائي. سيبه يا صبري، سيبه يرص زي ما هو عايز. ايه اعمل حاجه، انت هو في ايه؟ انا بكلم لمصلحته، انا نفسي اشوفه اسعد انسان في الدنيا، على الاقل يعوض الكام سنه اللي ضاعوا من عمره. يا عم الحاجه ده كان متجوز وكانه مش متجوز. على فكره يا عم منعم، انا عمري ما كنت محروم من اي حاجه، كل ما في الامر ان انا كنت بحلم بحاجه مهمه وما عرفتش اكملها. يمكن كنت طمعان، يمكن كنت غلطان. بالعكس يا فريد، طول عمرك احلمك مشروع واي حد يتمنى يحققها، حتى انا. اتلمن ما توصل على خايب الرجا. صدق انت قليل الادب. سيبه يا صبري سيبه. هقول لك ايه بس، ما هي قالتها لك قبل كده، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. مش عيب يا عبد المنعم ان احنا نحلم بعيله اساسها الود والحب والرحمه. صحيح بنحقق جزء ونخسر جزء، لكن اهو في النهاية ادينا بنحقق حاجة. والنتيجة اخي، النتيجة ايه؟ ادينا بندور لك العروسة ومش لاقيه. يبقى الغلط مش غلطي، الغلط في اللي انا حاولت احقق معاها الحلم ده. هي نفس النتيجة. تصدق يا انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان خليتك تشترك في جوازه مع الكبار. قوم يا قوم فينا نروح، خلي الراجل يرتاح. يلا لا لا لا، هتروحوا تروحوا فين، انا مش متضايق يا صبري، انا مش متضايق، بالعكس ما قصيتوا الاتنين عاملين زي ضميري، عاملين زي صوتي اللي انا بكلم نفسي بيه. يعني شايف عبد المنعم والكلام اللي زي الدبش اللي عمال يحدفه من بقه على قلبي، انا زي العسل. عارف ليه؟ عشان انا كتير قوي ببقى عايز اقول لنفسي نفس الكلام، وساعات بقدر وساعات ما بقدرش. يا فريد انت زعلت مني بجد ولا ايه؟ يا عم ما قلتلك انا مش ناوي ازعل منك. يا عم يلا بينا، مش عاوز حاجه قبل ما نمشي؟ لا هتمشوا فين؟ ما قلتلك خليكوا قاعدين. الله، انتوا هتمشوا وتسيبوني لوحدي؟ ما احنا كده كده حتى لو سهرنا معاك في الاخر هنمشي، يعني برضه هتفضل لوحدك. يا بني ادم حس على دمك شويه، حس لو على نومه المخده مفيش مشكله، انما المشكله بقى لغايه ما اوصل للمخده. قلت ايه؟ مش تعقل كده بقى يا عم منعم وتهدى شويه. بقولك ايه؟ تلعب عشا طول على العشا؟ يا ابو بطن حمضه مفيش فايده فيك. سيبه،
العشاء كده كده هتتعشى. ايه رايك تلعب واللي يتغلب هو اللي يعمل الشاي؟ ماشي موافق، بس من غير دوشه عشان ما نزعجش البنت الصغيره وتصحى. ماشي. فين الشاي بقى؟ ايه انت اتجنيتي يا عصران؟ انت بتهددني يا روح ما بعدك روح يا عمده. اسمع يا عصران، الحكايه دي ما حصلتش عندي، انا مديك بضاعه سليمه 100%. قصدك ايه يا عمده؟ قصدك يعني انا اللي بدلت البضاعه؟ امال الموضوع ده حصل كيف؟ يكونش عفريت هو اللي بدل البضاعه؟ اسمع يا عمده، الحكايه لو دخلت في الجد هطلع نفسي منها. دول ناس كبيره يدهسوني برجليهم دهس. يعني ايه؟ يعني لو حكمت هقول انا بجيب البضاعه منين، وكل حي يتعلق من عرقوبه. الله الله الله، انت بتبيعني يا عصران؟ شوف يا عمده، انا راجل على كد حالي، ودول ناس كبيره، يعني اول المركب ما هتغرق اول واحد حرم نفسه في البحر. ما تخافش يا عصران، ما تخافش، اديني بس كم يوم وانا هعرف مين اللي ورا الموضوع ده. طيب ولما يسالوني اقول لهم ايه يا عمده؟ قلت لك اديني كم يوم، يا اما نجيب لهم بضاعه ثانيه سليمه، يا اما نرجع لهم فلوسهم. الكلام ده اكيد يا عمده. عيب يا عصران الكلام اللي هتقوله ده، انا مش عيل صغير. بعدين يا عصران احنا ما بنبيعش الناس بتوعنا. روح انت البيت دلوقتي، وانا كلها يوم ولا اتنين وانا اللي هتصل بيك بنفسي. حاضر. سلام عليكم. ما كانتش تعرف ان حضرتك جايه ولا لا؟ والله مكلماها لما لقيتها لا بتتصل ولا بتطمن عليا. حالك ايه يا ست هانم؟ احوال البيت بقت لا تسر عاد ولا حبيب. هو في ايه يا ام سلام؟ بتتكلمي؟ هكلم اقول ايه بس؟ هقول لك يعني انهم بقوا زي الغرب في البيت. هقول لك انهم بيتقابلوا بالصدفه عند الباب لو حد داخل ولا حد خارج. هقول لك ان كلمه صباح الخير في البيت ما بقيناش بنسمعها خالص. يا ساتر يا رب، من امتى الكلام ده؟ من زمان يا ست، وانا شايفه وصعبان عليا اللي بيحصل ده ومش عارفه اعمل حاجه. طب ما كلمتنيش ليه؟ هكلمك في ايه بس يا استهانم؟ ما انت عارفه الكلام ده كله من زمان. بس ما كنتش عارفه ان الامور هتوصل لحد كده. قولي لي، هو عبد المنعم بيخرج كتير؟ اهي دي اللي جدت يا ست ملقاء. أيام كان بيقعد في البيت، وأيام تانية كان بياخد الولاد يخرجهم ويفسحهم، لكن دلوقتي قعدته قلت خالص في البيت، واللي زاد وغطى إنه بيسافر كتير، وكمان يا ست هانم بقى بيبات بره. اسمعي يا أم سلامة، أنا عايزاك تقولي لعبد المنعم يكلمني ضروري. طب ما تكلميه أنت على طول يا ست هانم. لا، أنا مش عايزاه يعرف إن أنا عرفت أي حاجة. أنا عايزاكي بس تلمحي له كده إن أنا جيت وقعدت وزهقت ومشيت. يمكن يكلمني فضفض لي اعرف منه حصل ايه، في ايه كده ولا كده. يا ريت يا ست هان، يا ريت نقدر نعمل حاجه قبل المشكله ما تكبر. ربنا يعمل اللي فيه الخير. تصبحي على خير. وانت من اهله يا ست هان. مساء الخير. مساء النور. استاذ صبري؟ ايوه انا صبري. انت مين؟ انا الدكتور مازن علي، وجاي اقول لك الف مبروك، هتبقى اب. انت بتكلمني انا؟ وفي غيرنا في الصاله يا استاذ صبري؟ الف مبروك، مراتك حامل. انت بتتكلم جد يا دكتور؟ يا سيدي والله بتكلم جد. وعندك جوه في الاوضه، ادخل اطمن عليها. بس قبل ما تدخل تطمن عليها، حاضر خذ الخشبة دي، ابعت حد يجيبها حالا. حاضر، متشكر جدا يا دكتور. ألف شكر يا دكتور. شكرا. لو سمحت. وبدور كمان. بس خلي بالك، ما تخليش فرحتك تبوظ الميزانية. الميزانية مظبوطة، مع ألف سلامة. مع السلامة يا دكتور. ألف سلامة.
سماح، اللي قاله الدكتور ده مظبوط؟ ايوه مظبوط، ربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله. قولي لي هتولد امتى؟ احسبها بقى، 9 شهور الا 5 اسابيع. هي صعبه قوي كده يعني؟ لا بقى دي تحسبها مع مراتك، هي عندك جوه، انا لازم امشي قبل ما جوزي يحس بحاجه، عن اذنك. سماح ايه؟ لحظه واحده. خد دول هديه عيد الميلاد والمولود والسبوع. مولود ايه واسبوع ايه؟ ما تمسك نفسك شويه يا استاذ، في ايه؟ صح، انا يظهر مش مظبوط. طب خد دول كمان، اديهم لعبد الرحمن، قولي له دول هديه من ابن خالتك. لا ده انت الله يكون في عونك، عن اذنك تصبح على خير. مع السلامه يا سماح، مع الف سلامه. أنا زعلان منك يا محسن، مش كان المفروض أنا أول واحد يعرف، مش أنا أبوه برضه؟ ما رضيتش أشغلك، طلبت سماح وقلت لها تكلم الدكتور وتجيبه وتيجي. أنت مش تعبانة؟ مش سخنة؟ مش حاسة بوجع؟ مش عايزة تنامي؟ صبري أنا كويسة. طب قولي لي نفسك في إيه؟ بتتوحمي على حاجة؟ قولي لي يا حبيبتي، مش هخلي في نفسك أي حاجة، نفسك في توم؟ صبري أنا كويسة، اهدى أنت بس كده. أهدى؟ طب اهدى ازاي؟ الامل اللي عشته عليه طول عمري لدرجة اني فقدت الامل، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لا خليك مؤمن، هيجي لك عين. انا مش مصدق، مش مصدق. يا سلام يا صبري، أنا سعيدة أكتر منك إني هقدر أحقق لك الأمل ده، بس ادعي أنت ربنا يتممها لنا على خير. لا إن شاء الله هيكملها، بس أنا قلت لك مش أقل من دست. طيب نبتدي بواحد الأول. وأنا موافق، واحد وبعدين على مزاج بقى نجيب الباقيين، واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما تسلم. بحبك قوي، بحبك. الحمد لله الحمد لله. بابا اتأخرت كده ليه؟ ما اتأخرت ولا حاجة، أنا دوب روحت شركة الطيران حجزت تذكرتين ونزلت على المهندسين، وانت عارف المهندسين بتبقى زحمه قوي، اشتريت لك شويه حاجات بقى لزوم السفر، انما ايه كده؟ ايه مالك؟ اصل اتصلت النهارده بالجماعه في البلد، قلت اقول لهم لو امي اتصلت يقولوا لها ان انا عندهم، لقيتها سبقت وهي اتصلت وعرفت ان انا ما رحتش هناك من اصل. طب احنا ازاي فاتنا حاجه زي كده؟ اميره احنا عايزين نقضي مع بعض يومين حلوين، مش عايز اي حاجه تعجن علينا. وامي يا سيمان عم مالها امك بس؟ زمانها دلوقتي بتجيب حتة من السما وبتدور عليا، طب انا هروح اطمنها وارجع ممكن؟ اوعي تعملي كده. ليه؟ ولما امك تسالك كنت فين الكام يوم اللي فات دول هتقولي لها ايه؟ مش عارفه، شور عليا سي منعم. اسمعيني يا اميره، احنا نفكر بهدوء وبلاش نستعجل. لا احنا لازم نفكر بسرعه، زمان امي دلوقتي بتدور عليا عند كل معارفنا، والنبي تسيبني اروح لها وارجع. يا اميره افهمي، امك لو عطرت فيك اليومين دولت هتحبسك في البيت ومش هتعرفي تاخدي خطوه واحده بره عتبه البيت. قولي بقى هنشوف بعض تاني ازاي؟ داخله بقى انا ممكن تروح تجيب اهلك من البلد وسين وجيم، وانا لا مؤاخذه مش هشوفك واقفه بتتبهدلي وهسكت، هقول لهم على كل حاجه، هقول ان احنا متجوزين. لا لا بص ايديك، لا اوعى تعمل كده. خلاص يبقى نفكر بقى بهدوء. طب بقول لك ايه؟ ما كلميها في التليفون. طب هقول لها ايه؟ قول لها ان انت عند واحده من اصحابك وصاحبتك دي تعبت وانت مضطريه تقعدي معاها كام يوم. امي عارفه كل اصحابي وممكن لو انا قلت لها على حد فيهم تروح تطب عليهم. معقول برضو. طب شوفي انت لقيتي شغل والشغل ده يلزمه بيات. شغل ايه ده يا سمينه؟ اعملي بيباتوا فيه شغل ممرضه في مستشفى، وان انت هترجعي لها في اول اجازه. يعني امي هيخيل عليها الكلام ده؟ عندك حل تاني؟ بصراحه لا. خلاص يبقى مستشفى. بس انا خايفه يا بنت، هتقول لك كلمتين خديهم في جنابك وخلاصي.
يلا بقى عشان تطلبيها. يلا يلا. يلا عاطي عاطي. ايه قولي الو قولي الو. الو. ايوه ياما انا اميره. ياما اسمعيني بس. ما انا ما سافرتش هناك من اصله. انا قاعده في مستشفى. لا ياما مش عيانه. انا بشتغل فيها. بشتغل ايه ياما؟ يعني هشتغل دكتوره؟ بشتغل ممرضه. اسمها ايه المستشفى؟ اسمها ايه؟ طيب انا جاي. يلا ياما انا بس عشان بيعايزني بيندهولي. هكلمك بعدين هكلمك بعدين. ها قلت ايه؟ حاسه انها مش مصدقه. طب ما تلاقيش، انا ليا واحد صاحبي عنده مستشفى، خلينا مؤاخذه يعينك هناك كده يعني ان شاء الله اوانطه، عشان امك لو سالت يبقى كلامنا مظبوط. بجد يا سمير؟ لا بجد بجد وستين جد كمان. اسمعيني كويس يا اميره، انا اليومين دول بقى عايزة تركزي في اللي جاي وانسي اللي فات خالص. بقول لك ايه، مش انا مؤاخذه حجزت لك كرسي في الطياره جنب الشباك عدل؟ طياره؟ ايوه طياره. انا هركب طياره؟ ده انا قلبي يقع من الخوف يا سمير نعم. يقع من الخوف؟ لو وقع هنط في الهواء واجيبه. يلا يا امارات، كل الفطار جاهز اهو. انا عايزكم تخلصوا الفطار ده كله، فاهمين؟ حاضر يا بابي. وانت يا ست مريم تشربي اللبن بتاعك يا حبيبتي، مش كل مره اجي الاقيكي ما شربتيش اللبن. بصي فاطمه عشان بتشرب اللبن بصي بقت زي القمر ازاي. خلصي اللبن كله. اقعد يا بابي كل معايا. طيب طيب هرد على التليفون بس. الو. ايوه انا، مين معايا؟ اهلا وسهلا يا حضره الناظر. خير؟ عايزني في المدرسه ضروري؟ لا تحت امرك يا حضره الناظر. هو في حاجه حصلت؟ طيب طيب حاضر حاضر يا حضره الناظر، مع الف سلامه. مع السلامه. ها نقدر نقول مبروك يا استاذ فريد؟ مبروك على ايه يا حضره الناظر؟ انا لا يمكن حقبل الترقيه دي. لا يا استاذ فريد لا، دي ترقيه يا زميل غيرك في المدرسه يتمناها. مبروك عليهم يا استاذ مخلوف، لكن انا رافضها يا سيدي. اقدر اعرف انت رافضها ليه؟ لانها ترقيه اداريه يا استاذ زكريا، وده مش حلمي اللي انا اتجهت لمجال التدريس عشانه. انا كان كل طموحي اني اكون مدرس وبس، مدرس تاريخ يقعد مع الطلبه ويعلمهم تاريخ بلدهم ويعرفهم ايه الدروس اللي ممكن يستفيدوها من التاريخ ده علشان يوعيهم يتصرفوا ازاي بكره. لكن مكتب وموظفين وموجه للمكتب، لا انا عمري ما حلمت بكده. حاجه غريبه قوي يا استاذ فريد، احنا افتكرنا انك هتفرح. ده انا نفسي اشتريت لك تورته علشان نعمل لك حفله وداع قبل ما تمشي. حفله الوداع دي انا دافع نص فلوسها انت نفسي ولا ايه؟ قوليله. ويا ترى في حد تاني دافع معاكم؟ انا. يا للدرجه دي يا اساتذه عايزين تخلصوا مني؟ بس انا بقى احب اطمنكم، انا قاعد ومش هسيبها لكم، وهفضل مدرس لاخر يوم في عمري. ايوه بس الناس اللي في الوزاره كلهم ايه؟ قول لهم امتنع عن الترقيه يا استاذ، وعندي اسباب اللي ممكن اكتبها واروح اشرحها لهم هناك. انا بحييك على موقفك ده يا استاذ فريد. تحيه ايه يا استاذ مروه؟ تحيه ايه؟ حد يديله النعمه لغايه عنده ويرفصها. ياه يعني عايز تفهمني يا استاذ مخلوف ان لو كانت الترقيه دي جات لك انت كنت هتقبلها؟ طبعا. امال ايه؟ المدرس مننا عامل زي الجندي في الجبهه، لازم يبقى واقف يقظ مطيع مع سلاحه ويحارب في صمت. الله، ولو انها مقدمه مؤثره جدا يا استاذ مخلوف، بس اسمح لي اقول لك ان حضرتك كذاب. ايه ده؟ هتنظر سب وقص علني. وبعدين يا استاذ فريد وبعدين؟ وبعدين ايه يا استاذ زكريا؟ وبعدين ايه؟ ومن غير ما تزعل نفسك يا استاذ مخلوف، انا هثبت لك بالدليل المادي ان حضرتك كذاب. بقى انت عايز تفهمني انك هتسيب الفرخه اللي بتبيض لك ذهب؟ هتدي الدروس الخصوصيه بتاعتك امتى؟
عايزنا نصدق يا استاذ انك هتضحي بفلوس الدروس دي كلها عشان 25 جنيه زياده في المرتب؟ لو انا كذاب قول لي. لا يا استاذ فريد، انت فهمني غلط. انا عمري ما كنت مادي. خلاص خلاص يا استاذ مخلوف. استاذ فريد، قرارك ده قرار نهائي ولا رجعه فيه يا استاذ زكريا؟ يعني هتتحمل كل تبعاته؟ هتحملها يا استاذ زكريا. وبعد اذنك بقى، علشان عندي ارتباطات مهمه قوي مع البنات. مستهتر، مش عارف مصلحته. حرام عليكم بقى، ما تسيبوا الراجل في حاله. وانت مالك انت؟ مالك انت؟ اللي على فكره، انت مش قلت ان والدتك تعبانه؟ سبتيها ليه ورجعت تاني؟ لا، ما الاستاذه مروه ما يهمهاش حاجه، الاستاذ اهم من والدتها. استاذ مخلوف، انا ما اسمحلكش. بأمرك ايه يا استاذه مروه؟ سندوتشات الكفته المشويه؟ يظهر ان كنت غلطانه فعلا. وبعدين يا حضره الناظر، وبعدين؟ الجدع دي هيقعد لنا في المدرسه زي اللقمه في الصور. مش عارف، مش عارف. في ايه؟ ايه؟ يظهر الاستاذ فريد ده منشن على كرسي النظام. مالك يا توفيق، ما بتاكلش ليه؟ هو الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ وايه بس اللي يعجب؟ بقى دي عيشه ليه يا رب؟ الواحد يفك ال100 جنيه من هنا وهوب تطير. اركب تاكسي الاداره التعليميه لحد باب المدرسه، ادفع لي 10 جنيه. اروح عند الفكهاني اجيب شويه فاكهه، ادفع لي 30 جنيه. انا مش عارف الناس هنا عايشين ازاي. طيب الحمد لله ان احنا معانا. الله يكون في عون اللي ما معهمش. هو ده اللي قلقني يا رشيده. لحد امتى هيفضل معانا؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني خد من التل يختل. احنا ما رجعناش من الخليج معانا ملايين. القرشين اللي معانا دول لو فضلنا على الحال ده هيطيروا في الكام شهر الجايين. والحل؟ الحل ان احنا نرجع تاني. لا يا توفيق، انا مش هرجع. ليه بقى ان شاء الله؟ لاني مش ناوي اسيب بيتي تاني. انا وولادي قاعدين هنا. وايه اللي هيجرى لبيتك بس؟ احنا هنقعد كام سنه نامن نفسنا وبعدين نرجع على طول. وانا قلت مش هسيب هنا، وولادي هيفضلوا هنا ويكملوا تعليمهم هنا. ومين جاب سيره الاولاد بس؟ ايه؟ ليه وانت ناوي تسافر وتسيب ولادك لوحدهم هنا؟ يا رشيده، انت مش قلت انهم كبروا خلاص؟ خلاص بقى يورونا شطارتهم، يقعدوا ويكملوا، واي حاجه يحتاجوها انا هبعتها لهم. ازاي يا توفيق؟ هتقدر تاكل وانت مش عارف ولادك اكلوا ولا لا؟ هتقدر تنام من غير ما تطمن على ولادك؟ انت ليه بتصوري الحكايه بالشكل ده؟ ياما عائلات كبيره عملت كده. وادينا بنسمع كل يوم وبنقرا في الجرايد عن اللي بيحصل بعد كده. انا مش هسيب ولادي يا توفيق. اسمعي كلامي يا رشيده، الفرصة ما بتتكررش كتير. أنا اتصلت بيهم في الخليج وعرفت إن مكاني ما حدش خده. يعني مرتب كل حاجة. الفرصة ما بتتكررش كتير يا رشيدة. أنا قلت لا يعني لا. لا؟ طب اشهدوا يا أولاد. أنا عرضت عليها وهي رفضت، عشان لو حد من خلالكم سأل تعرفوا الجو. أنا براء. هو ده كل اللي يهمك يا توفيق؟ لو حد من خلالهم سأل؟ لا يا سيدي. ما تزعلش نفسك قوي وما تقلقش. أنا أعرف أرد كويس. حضرتك تسافر وتسيب لي الأولاد هنا، أنا هراعيهم وأعرف أربيهم كويس قوي، وعمري ما هخليهم محتاجين لك ولا محتاجين لأي حد في الدنيا. يوه، إيه النكد ده؟ الحق عليا. أنا أصلا بقى غلطان لو قعدت دقيقة واحدة في البيت ده. الحمد لله. عايزة تسافري مع بابا سافري، أنا وأختي كبار هنعرف ناخد بالنا من نفسنا كويس. ماما اوعي تسافري، إحنا ما صدقنا نرجع. وبعدين يا لبنى، أنت عاجبك المشاكل اللي إحنا فيها دي؟ أختك عندها حق، لا أنتوا هتسافروا ولا أنا هسافر، لازم نفضل مع بعض هنا.
يلا حبيبتي كملي اكلك. في ايه بقى؟ ماما انا عايزك تفكري كويس. بابا لو سافر لوحده هناك هيتبهدل جدا، وبعدين انا قلت لحضرتك ان انا واختي كبار هنعرف ناخد بالنا من نفسنا كويس. هفكر. يلا بقى كمل اكلك. بس اكيد عاصم طبعا ساب فراغ كبير في البيت. طبعا يا حبيبي، اقول ايه، منها لله مراته بقى، اكيد هي السبب. بس والله بيني وبينك يا طنط، ده كان المفروض يحصل من زمان. عاصم المفروض كان يكون ليه شقه لوحده. واحنا يا حبيبي كنا مقصرين في حاجه؟ ما هي مراته بتعمل اللي هي عايزاه وزياده كمان. برضو مش كل ده المهم، الراجل ما بياخدش راحته ولا بيشوف نفسه الا في شقته. المهم قول لي، مش ناوي ترجع تعيش في مصر تاني؟ والله انا فكرت في الحكايه دي كتير، بس ارجع بيني وبين نفسي هقول هرجع ليه ولمين. يا حبيبي ترجع عشان مامتك، ما عندكش فكره سفرك عامل فيها ايه. يا طنط انت لو تعرفي انا قلت لماما قد ايه تيجي تعيش معايا، بس للاسف مصره على اللي في دماغها ومش عايزه تسمع الكلام. يا خالد يا حبيبي، اللي في سن فريده اختي صعب تغير حاجات كتير هي اتعودت عليها. المهم انك تفكر وترجع تعيش معانا في مصر ان شاء الله يا طنط. لا لا يا حبيبي فكر بجد، ونلاقي لك واحده كده بنت حلال تتجوزها ونفرح بيكم بقى. والله انا نفسي في كده. ايدي على كتفك يا خالتي. اتفضل. شكرا. قلت لست جهان ان خالد هنا؟ قلت لها وقالت لي انها خارجه. قولي لها تنزل بسرعه قبل ما تخرج. حاضر. يظهر كده ان مفيش نصيب اشوف جهان النهارده. لا ازاي يا حبيبي، دي اول ما عرفت انك موجود فرحت بيك قوي. وهي عامله ايه بعد الطلاق دلوقتي يا طنط؟ ولا حاجه، ده كان مزهقها. بيني وبينك صحتها بقت احسن. اهلا يا خالد، ازيك؟ اهلا اهلا، ازيك يا شيان عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، اتفضل. لا معلش انا قصدي عندي مشوار مهم. ايه جهان يا حبيبتي، انت مكسوفه؟ ايه يا اولاد، ده انتوا متربيين مع بعض، اتفضلوا اقعدوا. اتفضلي. عن اذنك يا خالد هبص على الغدا. لا لا لا، ما تعمليش حساب النهارده يا طنط خالص، انا فعلا عندي ارتباطات. ارتباطات ايه؟ كل حاجه تتاجل، ده انا بقالي مده ما شفتكش. عن اذنكم. اتفضلي يا طنط. على فكره ماما حكيت لي على موضوع الطلاق، معلش كل شيء اسمه نصيب. فعلا كل حاجه نصيب. الاستاذ فريد راجل كويس جدا، ما كانش في اي طريقه للصلح، خصوصا يعني ان في بينكم اولاد. ما انت لسه قايل يا خالد ان كل حاجه نصيب. معلش ما تزعليش نفسك. انا ولا زعلانه ولا حاجه، انا كويسه قوي. ايوه بس الطلاق ده كان المفروض يكون اخر حل، وده الحل اللي وصلنا له بقى. طيب والبنات ما بيسالوش على ابوهم؟ لا يا خالد ما بيسالوش، عشان هما موجودين معاه اصلا، ده كان شرطه الوحيد عشان يطلقني. ايوه يعني هما مش بيوحشوكي ما بتساليش عليهم؟ طب يا خالد عن اذنك انا عندي ميعاد مهم، هنبقى نتقابل تاني ان شاء الله. ايوه لازم نقعد نتقابل تاني، عشان انا في كلام كتير قوي عايز اقوله لك. ان شاء الله، عن اذنك. اتفضلي. اهلا يا خالد، منور يا حبيبي. اذا كان ده اللي شغلك انا عندي حل تاني. كريم ولبنى ييجوا يقعدوا معانا هنا، وانت تسافري مع جوزك. هو انت ناقص حمل على حملك يا فريد؟ يا ست انت مالك بي انا؟ وبعدين مين اللي قالك ان ده حمل؟ بالعكس ده انا كده هبقى مستريح مع البنات ومطمن كمان. ومن ناحيه مذاكرتهم ما تقلقيش، انا هتابعهم بنفسي. ده اذا كنت انت فعلا عايزه تسافري معاه. والله ما عارفه يا فريد اعمل ايه. اسمعي كلامي يا رشيدة، الست يا حبيبتي ملهاش غير جوزها، والوحده صعبه سواء ليكي او له، علشان كده الحل انكم تبقوا مع بعض. ده اذا ما كانش في حاجه تانية حاصله بينكم وانت مش حكيالي عليها. انا يا فريد؟ لا ابدا مفيش حاجه. عارفه يا بنت يا رشيده اكتر حاجه فيكي بتفكرني بامك؟ حاجتين اتنين. ايه؟
رغم انها ماتت وانا لسه صغير وكنت انت لسه طفله. حاجتين اتنين بتشبهيها فيهم، طريقه عمايلك للملوخيه الناشفه بالارانب، وانها ما كانتش بتعرف تخبي. صدقني يا فريد، انا بس لو كنت اسمعي كلامي يا رشيده، خليكم مع بعض احسن. بلاش يا حبيبتي تهدي العيله الجميله اللي انتوا عاملينها دي، واعرفي ان كل مشكله في الدنيا ليها حل. واذا كان على كريم ولبنى زي ما قلتلك، انا بيتي مفتوح لهم. ربنا يجعله دايما عامر بيك وبناتك يا فريد. معلش يا فريد، انا لازم امشي بقى. تمشي تمشي؟ ده ايه؟ صدقي ان انت ما عندكيش دم. انا ليه كده اقصى عليك يا فريد؟ بقى انا عمال اقولك المرحومه امك وملوخيه ناشفه بالارانب وانت مش فاهمه. حسي بقى يا رشيده، ده انا نظري ضعف من اكل الطبيخ اللي انا بعمله. من عينين اختك يا حبيب قلبي. عندك ارانب؟ يعني هي ما تنفعش باللحمه؟ تنفع يا فريد. يلا. طب يلا قدامي على الجزار، قصدي على المطبخ. شغل التليفون ليه؟ انت مش عارف ان ده تليفون ياكل عيش؟ يا تخلى عندك دم بقى. قول لي اخبار الشغل ايه؟ تمام. طب اسمعني كويس، الحاج حمدي يوسف بعت فلوس ولا ما بعتش؟ ما بعتش. عدت ولا هشتريها؟ طالب طلبيات؟ مفيش مشكله، ابعت له وقول الحاج عبد المنعم بيمس عليك وبقول لك ابعت اي حاجه من تحت الحساب. السوق وحش والعفشة قفشة. يلا مشغلش تليفوني. اه يلا يلا غور بقى. سلامة. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة، اتفضلي. من قلبك يا استاذ عبد المنعم. خلاص عليك يا ابو سلامة، ليه بتقولي كده؟ ما انت عارفة ده انت معزة المرحوم امي. انت مش طول عمرك حتى تقولي ان انا زي ابنك. لو كنت في معزة المرحومة أمك ترضى باللي أنت عملته فيا ده يا أستاذ عبد المنعم؟ أنا عملت إيه يا أم سلامة؟ أنا اتجوزت أميرة على سنة الله ورسوله، وبعدين أميرة في عينيا، وأنا ناوي إن شاء الله إن أنا أعوضها السنين اللي فاتت دي كلها. والست لقاء تقول علينا إيه؟ تقول إن إحنا عملنا عليها مؤامرة عشان أجوزك بنتي؟ هي عرفت؟ مصيرها تعرف. وأنت لا مؤاخذة أنا عرفت منين؟ ولاد الحلال دلوني. في الأول أنا ما كنتش مصدقة عشان كنت عارفه ان انت مسافر، لكن لما جيت للبواب وسالته تاكدت ان المساله صح. منعم منعم، ازيك يا امي؟ انت لسه فاكره ان ليكي ام؟ ام سلامه، انا عايزك تهدي. فكره الجواز دي فكرتي انا، يعني اميره بلاش اي ذنب. ما تكونش فاكرها عيله صغيره، ضحكت على عقلها بكلمتين. اسمعي يوم يا ابو سيديك. سمعتي الرعد في ودانك يا عديمة الربايه، لكن الحق مش عليكي، انا اللي غلطانه. انت ذنبك ايه بس؟ والست اللي في البيت دي ذنبها ايه يا رخرة؟ يا ام سلامه افهمي، انا لو ما اتجوزتش اميره كده كده كنت هتجوز اي واحده تانية. يا ريتك عملتها وما كانتش هي. ليه كده يا امي؟ ما انت عارفه طول عمري بحب منعم، من ايام ما كنت في اعدادي. انا السبب، انا اللي حطيت البنزين جنب النار. يا ريتني ما دخلتك البيت من اصله. ايه اللي بتقوليه ده بس يا ام سلامه؟ مش انت طول عمرك بتتمني لي خير زي ولادك؟ طب قولي لي، الاقي في الزمن ده فين واحده تحطني في عينيها زي اميره؟ بالعدل بالاصول. هي الدنيا اتقلب حالها ولا ايه؟ حد يرضى يتجوز خدمته؟ انا بقى كده زعلت منك يا ام سلامه. أنا طول عمري متربي مع عيالي، وعيالك متربيين معايا، وعمري في حياتي ما حسيت إن في بينا فرق. نقوم نعض الإيد اللي اتمدت لنا. اخصى عليكم، اخصى عليكم. أم سلامة أنا عايزك تهدي بس، اسمعيني بس، اديني فرصة أفهمك. أرجوك يا أمي تسامحيني، أنا ما أقدرش أعيش من غير رضاك. أنا لا يمكن هسامحك ولا هرضى عنك. وبيتك اللي هنا
واللي هناك انا لا يمكن هدخل لهم لاني ما اقدرش افتح عيني في الست اللي سابت لي راجلها واولادها امانه في رقبتي. طب عشان خاطري يا ام سلام، عشان خاطري مش هقدر يا ابني. يا ريت كان بايدي، كان نفسي ادخل بيتكم وانا راسي مرفوعه في السماء، ادخل وانا فرحانه وسعيده. لكن خلاص هنزل وانا بصه في الارض. ايوه بصه في الارض. فوتكوا عافيه. سلامه. امي بيني وبينك برضه هي عندها حق. انا بقول برضه يعني احنا نسيبها كده يومين ثلاثه لحد ما تهدى ونروح لها نشرح لها على الامور كده بهدوء. واحنا مفكر يعني ان انا اقنعها تيجي تقعد معانا هنا كام يوم. تفتكر ترضى؟ لا ترضى يا بنتي، انت ما تعرفيش معزتي عندها قد ايه. ما عشان كده هي مش هترضى. امي وانا عارفاها. المهم بس انا عايز دلوقتي تهدي وتسمعيني كويس، عشان انا مش هينفع انزل وانت في الحاله دي. تنزل؟ هتروح فين؟ ما انا لازم ارجع البيت، العشر ايام خلصوا خلاص، وانا مش عايز اي حد يحس باي حاجه على الاقل في الفتره دي. خلاف ان غياب ام سلامه عن البيت ممكن يعمل مشاكل كتير، يعني من الاخر انا لازم اكون موجود هناك في البيت. يعني هتغيب عني؟ لا انا هجيك على طول. احب علي اذا ما تغيبش عني. طب انا هفضل صاحي مش هنام لما تيجي. حاضر مش هغيب، انا هدخل بقى لغايه اوضه النوم كده اجهز شنطتي، احسن انت عارفه بقى الستات بيبقى لهم حاجات عجيبه كده، انت لازم تبقى الشنطه زي ما هي بالظبط. ها يسلمك. ما طولتش يعني. المفروض كنت اجي امبارح بس انت مش واخده بالك. هم الولاد فين؟ الولاد ناموا. مش بعادة يعني ناموا بدري؟ مش بدري ولا حاجة، انت اللي مش واخد بالك. الساعة واحدة. اتعشيت؟ لو في اي حاجة جاهزة ماشي. يا ام سلامة ما طبختش النهاردة ولا ايه؟ ام سلامة مش موجودة. تخص عليك يا ام سلامة، مع اني مأكد عليها انها ما تسكيش لوحدك وانا بسافر. أم سلامة جت النهاردة الصبح واستأذنت مني، قالت لي عندي مشوار ساعة واحدة وهرجع على طول. قلت لها ماشي، ما رجعتش من ساعتها. مشوار إيه ده؟ تعرفيش راحت فين؟ معرفش، بس بكرة الصبح هتصل بجارتها وأعرف إيه الموضوع. لا 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 مش غيريش بالك، أنا وأنا في المخزن هبتصل بيها وأعرف كل حاجة وبعدين أنا أقول لك. خلصت الشغل اللي كنت مسافر له؟ آه طبعًا خلصته. ده أنا عملت كام صفقة، إنما إيه في الجون. اتبسطت في السفرية دي؟ ناحية اتبسطت، أنا انبسطت. بس مجهود، مجهود جبار، شغل ليل ونهار، بس هعمل ايه؟ اكل عيشي. واضح ان انت كان شغلك كتير السفريه دي، بدليل ان انت ما اتصلتش بيا ولا مره واحده. بقول لك ايه، انا اتصلت مره الصبح ومحدش رد عليا. معلش شغلك كتير، الله يكون في عونك. طيب انا هطلع بقى ابص على الاولاد واحط لكل واحد هديته جنب سريره. انت مش ناوي تطلعي تنامي ولا ايه؟ لا انا هكمل المسرحيه دي. اه مسرحية فظيعة، رايقة وسكينة. بصي لسه هتعلى، ده مسرحية فظيعة. أنا ما... يلا السلام عليكم. السلام عليكم. يا عمدة في ايه يا سلماوي خوتني؟ لقي عصام مقتول في بيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايشين